أهلا بكم مشاهدينا الكرام، من الرافدين في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف العراقية والعربية والعالمية بعد أهم العناوين. نبدأ من الشرق الأوسط، صواريخ إيرانية تستهدف قوات أمريكية في العراق وترامب يدرس خيارات الرد. في البيان الإماراتي CNN، سقوط ضحايا عراقيين بقصف قاعدة عين الأسد. من الزمان نطالع، المرشد الإيراني يحضر إلى غرفة العمليات وطهران تبلغ الأمم المتحدة عدم رغبتها الدخول في حرب. في صحيفة البصائر، الكشف عن مساع أمريكية لإنشاء مطار لطائرات العملاقة غربية الأنبار. نقرأ من الهيئة نت، حلف شمال أطلسي ودول أوروبية ستخرج قوتها من العراق مؤقتا عقب التهديدات الإيرانية. في العربي الجديد، بومبيو: سليماني لم يكن في بغداد بمهمة دبلوماسية. وفي المدى نقرأ، أولى عقوبات ترامب خسارة 95% من إيرادات النفط وعزل دبلوماسي. بالضد من بعض وكثير من المقالات التي نشرت عن الجنرال قاسم سليماني والتي وصفته بأنه أقوى رجال إيران ومهندس توسعها في المنطقة، لكن الكاتب الأمريكي توماس فريدمان كان له رأي مخالف، فكتب في صحيفة نيويورك تايمز قائلا إن الإيرانيين قد يطلقون ذات يوم اسم دونالد ترامب على أحد شوارع طهران، لأن ترامب أمر باغتيال أغبى رجل في إيران. أكثر من تمت المبالغة في أهمية الاستراتيجية في الشرق الأوسط إنه الجنرال قاسم سليماني. لننظر إلى الحسابات الخاطئة التي أقدم عليها سليماني، ففي عام 2015 وافقت الولايات المتحدة والقوى الأوروبية الكبرى على رفع العقوبات على إيران في مقابل أن توقف برنامجها النووي. لقد كانت صفقة رائعة لإيران، وحقق اقتصادها نمواً بنسبة 12% في العام التالي. فماذا فعل سليماني بهذا المكسب المفاجئ؟ أطلق مشروعاً إمبريالياً إقليمياً عدوانياً جعل من إيران ووكلائها القوة المسيطرة الفعلية في بيروت ودمشق وبغداد وصنعاء. هذا الأمر دفع ترامب للانسحاب من الاتفاق النووي وفرض عقوبات على إيران أدت إلى انكماش اقتصادها وارتفاع معدل البطالة. سليماني كان يتفاخر بأنه قادر على إنشاء ميليشيا في وقت قصير ونشرها ضد أعداء إيران، وبالتالي أصبح ينظر لسليماني ووكلائه من صانعي الملوك في لبنان وسوريا والعراق كقوة إمبريالية بالمنطقة. وقد أدى ذلك إلى انطلاق حراك شعبي في لبنان والعراق. لقد أراد سليماني أن يغطي إخفاقاته في العراق، فقرر أن يبدأ باستفزاز الأمريكيين هناك بقصف قواتهم، وبدلا من أن يأكل ترامب الطعم قرر قتل سليماني. وحقيقة أن سليماني الإيراني الأكثر شهرة في المنطقة تقول الكثير عن الفراغ المطلق لهذا النظام، وكيف أنه أهدر حياة جيلين من الإيرانيين من خلال البحث عن الكرامة في جميع الأماكن الخاطئة وبكل الطرق الخاطئة. أضاف الكاتب أن حلفاء أمريكا العرب سيحتفلون بهدوء بقتل قاسم سليماني، لكن يجب ألا ننسى أبداً أن الخلل في كثير من الدول العربية هو افتقارها إلى الحرية والتعليم الحديث وتمكين المرأة بحسب تعبير الكاتب، وهو ما جعلها ضعيفة لدرجة أن تتمكن إيران من الاستيلاء على دولهم من الداخل بواسطة وكلائها. علقت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية على قرار قتل قائد فيلق للقدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني في العراق، ادعت الصحيفة في افتتاحياتها التي جاءت تحت عنوان عالم ترامب بعد سليماني، دعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة أو إلى إدارة تداعيات قتل سليماني قرب مطار بغداد الدولي. وأضافت الصحيفة أنه قد يكون من الجيد القول إن أمر ترامب بقتل سليماني لا يحتاج إلى عقاب، لكن الرئيس الأمريكي هو الشخص الوحيد الذي يأخذ على عاتقه معاقبة أفعاله الجيدة.
الصحيفة تقول إن ما حدث كان واضحاً، فرد ترامب على منتقديه في العراق، وفي الوقت الذي كان فيه على متن الطائرة الرئاسية Air Force One، واصل المعلقون والديمقراطيون هجماتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنه لم يستطع الالتزام بالهدوء عندما قرر البرلمان العراقي طرد القوات الأمريكية من البلاد، وأهدد بفرض عقوبات على العراق وضرب المواقع الثقافية في إيران، وتحول تهديده إلى نقاش حول معاهدات جنيف، بشكل دعا عددا من الجمهوريين للنأي بأنفسهم عن الرئيس. وتعتقد الصحيفة أنه لو فشل ترامب في متابعة عملية القتل بإجراءات ضد إيران، عدا عن التهديدات والخطابات عبر تويتر ضد الإيرانيين والشعب العراقي، فإنه سيمنح خصومه فرصة وثغرة للنفاذ منها إليه. وتقلل الصحيفة من تهديدات إيران بضرب المواطنين الأمريكيين واستهدافهم، مشيرة إلى أن تحللهم من التزاماتهم بشأن الاتفاقية النووية لن يكون أكثر مما يقومون بعمله الآن، وهي محاولة منهم لدق إسفين بين أوروبا وأمريكا بانتظار خليفته عام 2021. وترى الصحيفة أن مقتل سليماني ربما يدفع بعض الديمقراطيين لدعم سياسات جديدة ضد إيران، ولا تستبعد فتح مفاوضات مع النظام الإيراني لإنهاء سياساته المدمرة للذات التي يتبناها منذ 40 عاما. وأضاف ستريت جورنال في افتتاحياته أن قتل سليماني كان عملا جريئا لم يكن لرئيس القيام به من أجل إعادة الردعة، وقد احتفل به معظم الأمريكيين، ويجب على ترامب الآن أن يظهر أنه قادر على إدارة تداعياته، وأنه كان قرارا حكيما يخدم المصالح القومية لبلاده. تناول صحيفة الغارديان البريطانية الاحتجاجات في العراق والتوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بعد قتل القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني بغارة جوية أمريكية. وأكدت الصحيفة في مقال للكاتب والروائي العراقي أحمد السعداوي أنه وسط هذه الأزمة يجب الاستماع لأصوات المتظاهرين العراقيين المطالبين بإزاحة الطبقة السياسية الفاسدة عن الحكم. يقول الكاتب إن الأمر بالنسبة للعراقيين كان أشبه بليلة من تلك الليالي الجسام، مثل إعلان بدء الغزو الأمريكي عام 2003 أو أنباء القبض على صدام حسين، أو اليوم الذي انهار فيه الجيش العراقي أمام تنظيم الدولة. ويقول الكاتب يمكن أن نضيف إلى هذه القائمة من الأحداث الجسام مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس. ويرى الكاتب أنه على النقيض من الحزن الذي عم إيران بعد مقتل سليماني، فإنه يبدو أن أعدادا من الشيعة في العراق لا تبدو غاضبة أو حزينة لمقتل سليماني أو المهندس، بل شعر البعض خاصة من يؤيدون الحركة الاحتجاجية في العراق بالراحة لمقتل الرجلين، فهما مسؤولان عن الحملة التي شنتها السلطات لقمع المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات في تشرين الأول الماضي. ويضيف أن هذا القمع نجم عنه مقتل أكثر من 500 متظاهر سلمي وإصابة أكثر من 20,000 آخرين، أصيب بعضهم بإعاقة دائمة. ويقول الكاتب إن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي كان يترأس حكومة لم تكن إلا عبارة عن واجهة لميليشيات تعمل في الخفاء، ويرى أن هذا ليس سبيل لتحقيق مصالح العراقيين أو لتلبية مطالبهم. وأضاف الكاتب أن الحكومة في العراق حولت البلد إلى ساحة من الصراعات الإقليمية الجيوسياسية بدلاً من تلبية حاجات العراقيين للخدمة الحيوية وتطوير الاقتصاد، فضلاً عن إيجاد فرص عمل للشباب. الأوضاع التي تكتنف المشهد العراقي لا تشير ما فيه صالح للعراقيين أو حتى التوجه صوب مخرج آمن من دوامة الصراع التي تريد القوى الدولية والإقليمية أن توسع مساحته على الأرض وتوطد أنماط الإزاحة التي تنامت أخيرا فيما بينها لإعادة رسم خريطة المصالح من جديد. جهاد بشير رأى في صحيفة البصائر أن مؤشرات الواقع تنبئ عن أزمة حقيقية بين حليفين كانت ولا تزال تجمعهما سياسة تخادم يراد منها تحقيق جملة من الأهداف، بعضها ذات مدايات قريبة مرحلية وأخرى بعيدة استراتيجية.
بالنظر إلى طريقة مصرع قاسم سليماني ومن معهم من قيادات ميليشيات الحشد في بغداد وقرب مطارها، فإن ما ينتظر العراق في الأيام المقبلة أشد مما فات. فحكومة بغداد باتت في حالة من الاختلال المفرط الذي يزيد أضعافاً من اختلالها أساساً بسبب ولادته المشوهة، وهي حتى اللحظة لا تقوى أن تلملم خبالها لتقف بشيء من العقل تجاه ما حصل. المعادلة في المشهد العراقي أعقد مما قد تتصوره طهران في حال قررت أن تتورط في جعل العراق ميداناً للصدام مع أمريكا وحلفائها. فثمة ورقة صعبة ما تزال مطروحة انصرف الإعلام عنها بعد مقتل سليماني وزمرته عن قصد أو بما يشبه القصد، ألا وهي الحراك الشبابي العراقي المتمثل بثورة تشرين، والذي يستطيع أن يغير الكثير من أبعاد اللعبة. وظهر ذلك جليا في طروحات الشباب المنتفض ضد الحكومة ومجلس نوابها حينما هددت واشنطن بفرض عقوبات على العراق أقسى من نظيرتها المزعوم فرضها على طهران بغض النظر عن دوافع هذه العقوبات، إلى أن شباب الثورة أثبتوا أنهم يتقنون قراءة الحدث ويريدون تعديل المسار وفق طموحات الشعب العراقي، لعلها وحكومة تريد أن تجر البلاد إلى فتنة جديدة بجعلها حلبة تجاذبات أمريكية إيرانية. رأى الكاتب أن طغمة الحكومة وأحزاب السلطة ربما تحاول استثمار فوضى الأحداث الأخيرة للقضاء على ثورة تشرين وإسكات شبابها، ولذلك لا يمكن أبدا للثوار أن يقبلوا بطروحات مميعة للقضية لإنهاء حراكهم بحجة وقوع فتنة في البلد، لأن زوال ما يمكن أن يلحق بالعراق من محنة يبدأ من دحر العملية السياسية جماهيريا وشعبيا وإفراغ المشهد السياسي من أحزابها التي سخرت نفسها لتوفير وقود الصراع بين أوليائها. في ظرف إقليمي ملتبس وشائك، اخترقت الولايات المتحدة خطاً إيرانياً أحمر باستهدافها رجل إيران القوي ذا المهمات الخارجية الصعبة قاسم سليماني. عبد اللطيف السعدون تساءل في صحيفة العربي الجديد ماذا عن تبعات عملية البرق الأزرق على العراق وعلى طبقته السياسية الحاكمة من أرجلها إلى طرفي الصراع؟ ماذا أيضاً بخصوص انتفاضته التي تخطت مكائد الأعداء بعزيمة وحماسة، ولكن أحطتها في آخر الشوط مناكفات ذوي القبعات الزرق الذين يبغون سلب قرارها واحتكار محصلتها النهائية لهم. في هذا المناخ المحتقن وجد الإيرانيون فرصتهم سانحة للضغط باتجاه إخراج الأمريكيين من العراق والانفراد به، وهذا ما فعله البرلمان فيما يشبه عرضاً باهتاً في مسرح شعبي تخللته هتافات وصيحات معادية للشيطان الأكبر. لكن ما رآه خبراء وقانونيون أن قرار البرلمان لن يكون له أثر قانوني أو سياسي، كونه لم يستكمل الإطار المطلوب، وهو قبل ذلك وبعده لا يحقق استقلالاً حقيقياً للبلاد، في ظل وجود هيمنة إيرانية مباشرة ونافذة في كل الفضاءات السياسية والاقتصادية. وهذا ما يقول به ناشطون مستقلون لا يريدون أن تتحول عملية إخراج الأمريكيين إلى توغل إيراني يشكل احتلالاً جديداً يكرس هيمنة دولة الولي الفقيه على القرار العراقي والثروات العراقية ويضع مصائر العراقيين بيدها. وفي ضوء هذه المعطيات قد لا يمثل الخروج الأمريكي من العراق بداية النهاية للنفوذ الإيراني، بل قد يحفز دولة الولي الفقيه للاندفاع أكثر نحو تمكين وكلائها من رجال الميليشيات الولائية من القبض على السلطة بعد أن يكون الإشكال الممنهج بين انحياز قادة عراقيين إلى طهران وانحياز آخرين إلى واشنطن قد انتهى، وهذا الحلم البانورامي هو الذي يدور في أذهان القادة الإيرانيين وتابعيهم من العراقيين الآن. وأكد الكاتب أن الظرف بعد قرار إخراج الأمريكيين المسرحي سيزداد التباساً وغموضاً، وتبقى المعادلات المستجدة في حالة سيلان وعدم استقرار لمدة أكثر طولة. هذا كله يمنع العراقيين من الخلود إلى النوم ويبقيهم في حالة انتظار وترقب لما يرد إليهم من أخبار عاجلة. و
وأخيرا حدث ما كان العراقيون يتوقعون حدوثه، طفت على السطح همجية الطرفين يقتتلان على أرض العراق بعيدا عن أراضيهم ومواطنيهم في بلاد استبيحت تدريجيا بالتعاون مع من فتح لهم أبوابها. هذا ما ذكرته هيفاء زنجنة في صحيفة القدس العربية التي أكدت أن هناك ساحات يقطنها منتفضون لا يريدون الطرفين، الشيطان الأكبر والشيطان الأصغر، بل يطالبون بوطن يتمتعون فيه بحقوق المواطنة وسيادة الوطن عن طريق وضع نهاية للقواعد العسكرية الشيطان الأكبر وميليشيات الشيطان الأصغر وساسته. عندما أجبر رئيس الوزراء على الاستقالة بأمر من الشعب وبانت دلائل اقتراب المنتفضين من تحقيق انتصارهم في التخلص من الشيطانين، كتبت سيناريوهات جديدة لمناوشات واستعراض العضلات علناً وتهيئة الأرضية لجولة جديدة من المفاوضات بين الطرفين سراً بشرط القضاء على الانتفاضة. فقام الشيطان الأكبر بقتل الابن المفضل للشيطان الأصغر. إن المعنى العميق لمطلب المنتفضين حين ينادون باستعادة الوطن هو التخلص من المحتلين الأمريكي والإيراني وما أنجباه من المشوهين المتنافسين فساداً وطائفية وخنوعاً، ما يضاهي أكبر صراع مافيوزي في أي مكان في العالم، وهو ما لن يتمكن النظام الحالي من تحقيقه، حيث بلغت درجة انغماسه في الفساد المادي والإداري والأخلاقي وتوفر ملفات الابتزاز المعدة ضد بعضهم البعض حداً يمنعهم. وإن أرادوا من تطهير أنفسهم، إن مطالبة المنتفضين بحقوقهم سببت صدمة كبيرة للشيطانين الكبير والصغير، كما هو فشل المماطلات ومحاولات مد المواطنين بالأوهام ليتقبلوا واقعهم البائس. وقد حاول الطرفان بمعاونة الساسة المحليين مسخ الشعب ليحقق كل طرف منهما انتصاره على الآخر، ليحقق مصالحهما في التوسع والاستغلال والمحافظة على سلامة وأمن مواطنيهما. يتبادلان الأدوار، يهدد أحدهما الآخر أو يتغازلان، يكمل أحدهما الآخر على خشبة مسرح يدعى العراق. ورأت الكاتبة أنه كان من الممكن أن تستمر المسرحية لمصلحة الطرفين لولا انتفاضة تشرين، وهي حصيلة كل التظاهرات والاعتصامات السابقة ضد من نخروا الأحلام بوطن ونواة الأمل التي ستحقق النصر حتما إذا واصل المنتفضون امتلاكهم الساحات على الرغم من المخاطر الجسيمة التي يتعرضون لها. تتجه كوريا الجنوبية إلى الاستعانة بكاميرا مزودة ببرمجيات للذكاء الصناعي قادرة على اكتشاف احتمال حدوث جرائم في العاصمة سيول هذا العام بحسب ما نشرته صحيفة البيان الإماراتية. وقد ذكرت منطقة سيشو في العاصمة الكورية الجنوبية ومعهد أبحاث الإلكترونيات والاتصالات أنهما سيقومان بتثبيت 3000 كاميرا في المنطقة بحلول شهر تموز المقبل. من المفترض أن تستخدم الكاميرات برنامج ذكاء اصطناعي قادر على معالجة أنماط المارة. والوقت والسلوك لقياس احتمال وقوع جريمة، وتكشف الكاميرا أيضا ما يرتديه المارة وما يحملونه معه مثل الحقائب أو الأشياء الخطرة التي لديها إمكانية قوية لاستخدامها في ارتكاب جريمة. وتستخدم الكاميرا هذه المعلومات لاستنتاج احتمال وقوع الجريمة، وإذا تجاوز المعدل معدلا معينا فستقوم هذه الكاميرات بتنبيه مكتب المقاطعة ومراكز الشرطة القريبة لإرسال أفراد إلى الموقع. نقل المشاهدين إلى أبرز الرسوم الكاريكاتورية.
بهذا مشاهدينا تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن الله تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين، في أمان الله.